It really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون عن لعبة دراجون راجا. فالمقطع عن شلون تغير يعني اسلوب قتال شخصيتك بدون لا تعيد من الصفر، يعني بدون ما تبدأ من الصفر. اتمنى قبل ان ابدأ انك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافية. زي ما تشوفون بعض اللعيبة عنده حساب قديم فيضطر انه يبدأ من الصفر، يضغط هنا ويختار ويبدأ من الصفر، يعني يعيد كل شيء. لكن انا اكتشفت طريقة وان شاء الله راح تفيدك، وانا متأكد ان في ناس اختارت شخصية حلو ما عجبها اسلوب القتال، فحاب انها تغير اسلوب القتال بدون لا تعيد من الصفر. اول شيء ندخل على حسابك الاصلي اللي هي شخصيتك الاولى. زي ما تشوفون الحين انا بديت، هذا انا جالس بالمجلس عند الربع، تشوفون العيال هنا، ما عليكم من الشباب. فالحين تضغط على اللي فوق هنا، تضغط حبة هنا وتضغط على علامة الكورة هذه، فتجيك مناطق كثيرة مرة. انت تختار المنطقة هذه، تشوفون اختار هذه نفس كذا، اختار اي مكان، هو تلقائي راح ينقلك الى الماب هذا. اول ما ينقلك وقف الشخصية، فاضغط مرة ثانية هنا، راح يعطيك الماب اللي هو الماب هذا. راح يجيك المحلات اللي هنا، تشوفون جميع الاشياء اللي موجودة في الماب هذا موجودة هنا. انت اختار اللي هو سبيشل كلاس هذا، اول شيء اضغط عليه، تلقائي راح يوجهك على الرجال هذا اللي يبيع لك تغيير الأسلحة ويتوسط لك ويغير اسلوب قتالك. ثواني بس على ما يوصل. مثل ما تشوفون وصلنا عند الذيب هذا، فراح يجيك ما شاء الله لابس نظرات وبالليل ما ادري شلون. المهم راح يجيكم الخيار هذا، تضغطون عليه. زي ما تشوفون هذه الكلاسات الموجودة، هذا كلاس راي سيف، وهنا الكلاس الثاني زي ما تشوفون، وهنا كلاس أساسن تشوفون، وهذا الكلاس اللي أنا مختاره في أول الحساب. فإذا مثلا تحتاج نقول كلاس الأساسن، راح تضطر أنك تدفع 300,000 من الذهب اللي هي القطعة هذه زي ما تشوفون. لازم يكون عندك 300,000 عشان تغير الكلاس. ما عليك، لا تخاف، ما راح تفقد شيء، راح تبدأ من نفس حسابك وترفع لفلك من نفس شخصيتك، ما يحتاج تبدأ من الصفر. بس هذا هو مقطع اليوم، أتمنى أعجبكم، ولا تنسى دعمك لي باللايك والاشتراك، والله يعطيك ألف عافية. سلام.